إلى ذلك تتواصل موجة الاحتجاجات والإضرابات في مختلف المدن الإيرانية من قبل مختلف الشرائح من المواطنين على الرغم من الإجراءات القمعية التي تتبعها قوات الأمن ضد المحتجين. وأكدت مصادر ميدانية أن النظام يحاول منع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في مدن طهران وكرج وشيراز وأصفهان ومشهد من خلال التعبئة المكثفة للقوات القمعية، وهو ما تسبب بحدوث مواجهات في بعض النقاط بين المواطنين وقوات الأمن. وازدادت حدة الاحتجاجات مع دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ قبل يومين، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتنحي المرشد عن السلطة وبتغيير النظام ببديل ديمقراطي لإصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي منذ عقود.